كلميني عن علاقتك بالراحلة فاتن حمامة. والله أنا علاقتي بيها علاقة حلم حلمته وأنا أب من زمان وأنا صغيرة، لأن كانت هي حلمي وكانت نجمتي المفضلة، وكان حلمي بس إن أنا يعني أشوفها، ومرة بعت لها جواب وبعتتلي صورة ممضية ولحد دلوقتي معايا. وبعدين اشتغلت السينما وشفتها ما كنتش مصدقة نفسي. وبعدين سافرنا مع بعض روما، وكانت قد كده رقيقة وذوق وحنينة ومحترمة في علاقتها معايا، وانا كنت لسه مبتدية يعني. واشتغلت معاها يعني، اعتقد هي رشحتني في لطوط الشمس. وبعدين بقى يعني بقت في علاقة حلوة بيني وبينها لحد آخر الأسبوع اللي فات. وبعدين كمان في التكريم الأخير بتاع الرئيس العظيم عنصر، لما خدنا الوسام بتاع الفنون مع مدام ماجدة، بقيت يوميا مش مصدقة، لفت ليام أنا أخد شهادة في وجود السيدة اللي أنا حلمت إن أنا أقابلها. وجميلة ومعيد تكلمني وتسأل عليا وأنا أسأل عليها. يعني أنا مش قادرة أتحمل، هو ما ينفعش ولا حزن ولا ألم ولا حاجة، لأن ده يعني حلم وكسر النهارده، اتحطم. ومش عارف اقول لك ايه والله يا استاذ عمرو. يعني الحقيقه مدام ناديه، انت كلمتيها الاسبوع اللي فات قالت لك ايه؟ ايه لما كلمتيها الاسبوع اللي فات قالت لك ايه مدام فات؟ لا الاسبوع اللي فات ما ردتش عليا. كان في الانسر، وسبت لها رساله وقلت لها وحشتيني وبحبك بحبك بحبك، ورحنا قفله السكه. هي ما كلمتنيش تاني بقى، ايه ذلك؟ يمكن بقى ما اعرفش كانت تعبانه ولا ايه، الله اعلم بقى. انا انبى نفسي كان لازم اسال تاني. ذكرياتك معها ايه يا مدام نادي؟ يعني مدام فاتن دي فاتن العالم العربي كله، فاتن الوطن العربي، المراه المصريه، المراه العربيه. كانت مثال ازاي من غير ما تحس. تعلمنا نلبس ازاي، البساطة، الرئة، الأناقة، الألفاظ المهذبة، الحركة نفسها، الأداء. يعني مش بس عشان احنا في نفس المهنة، لا، تعلمت أجيال 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 ازاي تعمل شعرها، ازاي المكياج. مفيش الابتذال، مفيش التدني في اللبس ولا حاجة. يعني حاجة عظيمة عظيمة. يعني هي جزء من شموخ مصر وثقافة مصر وعراقة مصر، السيدة فاتن حمامة. أنا آسفة يا ممدوح. بقية في حياتك يا مدام نادية، حياتك ومصر كلها حياتها بقية في حياتك. بركة فيكي وربنا يديك الصحة ويخليك لي يا مدام نادية. بركة فيكي، بركة فيكي يا مدام نادية.